الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم واحد بالناس في رمضان. متعودين معاكم في واحد من الناس في رمضان ان احنا بننزل كل يوم بنلف في شوارع مصر كلها، بنقابل العمال الطيبين وبنقول لهم شكرا كتر الف خيركم على اللي انتم بتعملوه. العمال دول هم الحقيقه اللي اقدر اطلق عليهم هم اساس الابداع، هم اساس الانتاج، هم اساس الصناعه. الصانع اللي بيصنع حاجة، العامل اللي بيصلح حاجة، اللي بيبتكر حاجة، اللي بينشئ حاجة، اللي بيبني حاجة، اللي بيعمر حاجة، هم دول اللي احنا بننزل لهم في رمضان عشان نقول لهم شكرا جزيلا. والنهاردة أولا السلام عليكم جميعا. سلام. رمضان كريم عليكم إن شاء الله، صباحكم زي الفل، وأنا بشكركم على تعبكم معايا والله. يعني احنا نشوفه ما شاء الله من أول رمضان شغالين، وانتم ما شاء الله عليكم بجد يعني أحسن عمال والله، أنا بحييكم كلكم. خلونا النهاردة قبل ما نبدأ رحلتنا التانية وفقرتنا التانية ونبدأ نشوف هنروح محافظة ايه، خلينا الأول أنا شايف أنا ماشي كده في مجموعة عمال واقفين هناك عند المركز بتاع استاد حسن مصطفى للألعاب الرياضية. الحقيقة المركز ده كان مركز مهم قوي، أنا بشوفه دايما هنا في أكتوبر. المركز ده متسمي على اسم الراجل العظيم كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، انا بعتز جدا بصداقته ومعرفته. المجمع دوت بيضم صالة العاب كبيرة جدا بتسع تقريبا 4500 متفرج، انتوا عارفين كده، وفي صالة فرعية بتستخدم للتدريب عشان خاطر كمان تعلم اللعيب ازاي يبقى لعيب دولي. من المشروعات الرياضية الجميلة اللي انا بشوفها دايما في طريقي وانا رايح مدينة الانتاج الاعلامي. تعالوا بقى نقف عندها. السلام عليكم. منور يا باشا. صباح الفل، ازيكم؟ تمام الحمد لله يا دكتور. ان شاء الله. انت اسم حضرتك ايه؟ احمد السيد السعيد يا فندم. طب احمد منين؟ انا من طنطا يا فندم. طنطا. وحضرتك اسمك ايه؟ محمود الهواري. منين يا ابو محمود؟ انا من القاهره، هنا من اكتوبر وهنا الهواري. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير يا حضرتك. قلنا كده نخش نبص اللي شايف في عمان. طيب يا فندم، انت منورنا يا فندم. صباح الخير. تعرف عليك محمود محمد. من ايه يا محمود؟ انا من اليوب. من اليوب. رمضان كريم. الله اكرم يا فندم. مالك كده قد ايه شغال؟ 3 سنين. كنت شغال فين قبل كده؟ يعني اشتغلت في حاجات كتير يعني. اخر حاجه كانت ايه؟ كانت امن برضه. امن. مبسوط هنا؟ الحمد لله رب العالمين، فضل ونعم. في ناس كتير بيجوا هنا؟ اه، في لجان منظمه وفي سفراء وفي انديه اجنبيه. بقالها كام سنه السنه دي؟ يعني هي بدأت تشتغل في 2020. ما نخش نبص على الناس ونخلي نصرف عليها. اتفضل يا دكتور. ايه النشاط ده ما شاء الله؟ الناس شغاله في رمضان يا اخي والله كويس. السلام عليكم. اتعرف عليك. احمد حلفي يا فندم. مش قال يا احمد؟ امن فاضي. انت منين؟ من شبخيم. اهلا احسن ناس. اهلا بحضرتك. كل سنه. عندك اولاد؟ طيب. 3 اولاد. مين ومين ومين؟ عبد الرحمن ومنى وليلى. سنة كام؟ أولى ثانوي، 6 ابتدائي، 3 ابتدائي. ما شاء الله ربنا يخليهم. مبسوط هنا؟ الحمد لله بفضل الله، في تعاون وتعاون مشتاق. دخلك كويس يعني؟ اه الحمد لله بفضل الله. يعني بنقول كده القشة معدن زي يعني بقول. الحمد لله مصروف بفضل الله. يا رب دايما مصروف ان شاء الله، ويقول يا رب كده في رمضان عاوز ايه؟ على الفطار بتقول يا رب عاوز ايه؟ يا رب ستر بيتي واولادي ان شاء الله. يا رب. الصحة يا كريم. يا رب يخليك. السلام عليكم. صباح الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. خالد سيف المصري سعيد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حضرتك بتشتغل إيه؟ أنا مشرف أمن في الصالة. أهلا وسهلا. أهلا. ماشيين بس قلنا نبص عليكم، شايف كده في حركة شغلت وعمل، فقلت يعني وحضرتك. أنا دكتور اسمي عمرو محمد أحمد. إزيك يا عمرو؟ الحمد لله تمام يا دكتور. منين؟ من الوراق، من الجيزة. أحسن ناس. أحسن ناس يا دكتور. طب ممكن إن نشوف العمال دول كمان؟ اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. تعالى. اسمك ايه؟ محمد جمال عبد الحميد. منين يا محمد؟ من القاهره، من اكتوبر. انت شغال ايه؟ اشتغل صيانه، شغال في الصيانه كهربائي. بقى كام سنه انت؟ بقى لي 4 سنين. عندك اولاد قد ايه؟ عندي 4. مين ومين ومين؟ ملك ومنى وجيمي واحمد. نفسك في ايه؟ قول يا رب استنى ستر بس. الحمد لله. تعرف عليك؟ احمد محمد حسين. احمد منين؟ من شبرا مصر. شبرا مصر. شغال هنا ايه؟ شغال هنا فني مصاعد. اه اسانسيرات. كنت فين قبل؟
قبل هنا كنت في العاصمة، شغال في العاصمة. عندك أولاد؟ عندي فريدة ومحمد. دوم قد إيه؟ فريدة 4 سنين ومحمد 2 سنين. حلوهم بإيه؟ نفسك في إيه الفريدة؟ يعني اللي ربنا كاتبه يكون. يا رب يا فرحك بيه. يا رب. تعرف بحضرتك؟ ممدوح جميل. أهلا بيك يا ممدوح. الله يبارك. منين؟ من الفيوم. احسن ناس الفيوم. ايه من نفسي في صديق ولا ايه؟ لا من بشوي. من بشوي احسن ناس. الله يكرم اصلا. سهلا خليك شغال هنا عامل نظافة. اهلا وسهلا. الله اهلا وسهلا. انا ليا الشرف والله. عندك اولاد؟ اكثر 5 اولاد. ما شاء الله. مين ومين ومين؟ معايا محمد كبير ومنى وناهد ونوره وسماح. مجوز البنتين والاثنين التانيين، واحده في ثانوي وواحده في القاهره. ما شاء الله ربنا يكرمك فيهم ويكبر بخاطر فيهم ان شاء الله. بقالك كم سنه؟ بقالي 2 سنين. مبسوط؟ الحمد لله تمام. كنت شغال ايه قبل كده؟ شغال عامل نظافة في مستشفى برضه. ما شاء الله. وحضرتك منين؟ انا من الغربيه، من المحله. من المحله. احسن ناس. الله يخليك. اسمك ايه؟ اسمي عبد الحي. عبد الحي. شغال هنا ايه؟ عبد الحي في النظافه. منور الدنيا. اهلا. ازيك يا حاج؟ ازيك يا عمر؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك. كل سنه طيبه. حضرتك طيب. منين سيادتك؟ انا من الفيوم مركز اطسان. اهلا وسهلا. وشغاله هنا ايه؟ انا شغاله عامله. بقالك كام سنه هنا؟ بقالي 3 سنين من اول يوم فتحت الصاله هنا. شغال فين حضرتك؟ كنت شغاله في مركز اشعه وفي مدرسه، الصبح في مدرسه واخر النهار في مركز اشعه. انت مكافحه. ربنا يكرمك. زوجي متوفي ومعايا اولاد الحمد لله، يعني مستوره. معاك اولاد؟ معايا 4 اولاد. ده بنشتغل في مكاننا في بيتنا بامانه يعني، ونعمل اداره. كابتن حسن، كابتن نسرين، كابتن صالح، كل المشرفين بتوعنا بشكرهم جدا جدا جدا. انا حاسه فعلا ولو في عمري 100 سنه كمان اتمنى لحد اخر نفس اشتغل في المكان ده. طب الحمد لله كويس قوي ان ده الانتماء. وحضرتك منين؟ اسم حضرتك ايه؟ انا رضا عمر. عندي كم سنه؟ عندي 32 سنه. عندك اولاد؟ 4. انت اساسا منين؟ الفيوم. الفيوم. كنت شغاله فين قبل كده؟ كنت شغاله في مدرسه، وجيت هنا من ساعه ما الصاله فتحت. بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين. ونفسك في ايه لاولادك بقى؟ بتحلم ايه لاولادك؟ احلم بيكونوا مبسوطين وفي كل حاجه فيهم حلوه يعني. يا رب يسعدهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حضرتك منين؟ اعرف عليك. من الفيوم. عواطف احمد. الله يحكي في الفيوم. انا شايف في هنا شاري هنا ايه؟ عملت نظر. مبسوطه؟ مبسوطه. عندك اولاد قد ايه؟ عندي 4. مين ومين ومين؟ عندي خريجه كليه اداب، وعندي ما شاء الله تجاره انجليش كليه برضو، وعندي احمد تجاره حسابات ومعلومات، وعندي محمد تلت اعدادي. ادعي لهم بايه بقى؟ نفسك في ايه ليه يا اولاد؟ بالستر وبالتوفيق وربنا يوفقهم ان شاء الله. يعني يكرمك في اولادك. ربنا يخليك. وحضرتك اسمك ايه؟ اسماء. اسماء. انت منين اسماء؟ اسيوط. اسيوط؟ اه. احنا بعيدنا بقى ودخلنا على ما شاء الله الصلاه فيها كل المحافظات. عندك اولاد يا اسماء؟ لا بس ربنا يكرمك. ربنا يجزيك ان شاء الله. تشرف بحضرتك. وين محمد؟ منين يا استاذ؟ من المنيا. من المنيا. بتعمل ايه حضرتك؟ بشتغل عامله نظافه في الفندق. ما شاء الله. عندك اولاد؟ اه معايا 4. ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. وسيادتك منين؟ من اسوان. من اسوان. اسوان ده احسن ناس برضه. ربنا يكرمك. الله يخليك. عندك اولاد؟ اه عندي 4. مين ومين ومين؟ معايا منى وحبيبه واحمد وياسين. ربنا يخليهم. بتحي منهم بيه؟ نفسك في ايه لاولادك؟ هم طبعا يبقوا احسن مني، بشوفهم باحسن حلقات. كنت شغاله فين قبل هنا؟ كنت شغاله برضه في شركه برضه عامله نظافه. جيت هنا من قد ايه؟ يعني بقالي بتاع شهر كده. طب الحمد لله. طب انا عايز اقول لكم حاجه. ما تيجوا يا جماعه نتلم كده كلنا. احنا جايين يعني نقول لكم رمضان كريم وكل سنه طيبين. وبعدين انا كده بلف بالعربيه في واحد من الناس. نشوف واحد من الناس؟ عارفينه يعني؟ طيب. ونقابل ناس حلوين زيه كده ونقول لهم كل سنه طيبين وبنعمل معاهم بنسلي صيامهم كده بعد اذن السيد المدير. هسالكم شويه اسئله واللي هيكسب هياخد فلوس، ايه رايكم؟ تحت امرك. تحب الفوازير والحاجات دي؟ طيب. السؤال الاول. تحبوا السينما؟ بتشوفوا افلام سينما وكده؟ ايوه. طيب في فيلم اسمه معبود الجماهير. ناديه الجديد. كان بطولة مين؟ حافظ وشادية. حافظ وشادية. فاتن حمدي؟ لا شادية وعبد الحليم حافظ. مين البطلة؟ شادية. شادية؟ اه شادية. مش هند رستم؟ لا شادية. مش ناديه الجندي؟ لا شادية. أنت متأكد؟ اه متأكد. أكيد؟ إن شاء الله شادية. جواب أخير؟ جواب أخير شادية. طيب يا سيدي مبروك، أدي 2000 جنيه. إن شاء الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. السؤال الثاني. إيه الشيء اللي بيتكلم ومالوش لسان؟ تليفون. الشيء اللي بيتكلم ومالوش لسان؟ تليفون. الشيء اللي بيتكلم ومالوش لسان؟
التليفون. شيء والتليفون بيتكلم؟ ده احنا اللي بنتكلم بيه. الشيء اللي بيتكلم ملوش لسان. ها؟ تلفزيون. صحيح. تعرف عليه تاني. محمد جمال. طيب مبروك يا محمد. 2000 جنيه هديه من واحد من الناس. جبتها ازاي دي؟ صعبة أوي. أنا جت معاك كده. هي جت كده. هي جت كده. طيب إيه الفاكهة اللي لونها لونها فين بقى يعني الستات فين ها؟ فاكهة لونها زي اسمها. فاكهة لونها زي اسمها. القشطة؟ ده أنت اللي قشطة والله. ها؟ ها؟ البرتقال. صح برافو عليكي. 2000 جنيه هدية لحضرتك. ماشي. طيب إيه الحيوان اللي اسمه سفينة الصحراء؟ الله 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 الله. أول واحد قال مين؟ أول واحد قال مين؟ عمرو اللي قال؟ ولا جمال؟ بصراحة أنتوا الاثنين، أنتوا الاثنين 2000 جنيه مبروك. عمرو وجمال. ماشي؟ السؤال الأخير. أنا شايف عايز الستات يعني يشدوا حلو معايا بقى، يعني مش معقولة. إحنا جايين نصلي الصيامنا وبعدين إيه النادي اللي بيسموه نادي الدراويش؟ إسماعيل. إسماعيل. نادي إسماعيل. إسماعيل. أنت كسبت خلاص. نادي الإسماعيلي؟ نادي الإسماعيلي. مشجع الإسماعيلي؟ مشجع أهلاوي. أنت أهلاوي. وأنت مشجعي إيه؟ الأهلي. الأهلي. طب أنتوا اللي تكدبوا عليا ليه؟ طيب انتوا الاثنين معلش 2000 جنيه كل سنه وانتم طيبين. اتفضلي يا حبيبي. انا سعيد جدا اتعرفت عليكم واتشرفت بيكم، وانتوا الحقيقه ناس محترمين، وان الناس بتشتغل في نهار رمضان بالشكل الجميل ده وكده، ف يعني انا اللي فخور قابلتكم النهارده واحد من الناس. انا همشي. حد عايز مني حاجه؟ تأمر باي شيء. وربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم ويفرحكم بيهم. كل واحد جاي من محافظه جاي عشان يشتغل من على جبينه، وانا بقول انتوا الحقيقه انتوا صناع النجاح ده. اذا كان المبنى ده قدر يطلع ابطال رياضيين في مجال كره اليد، فانتوا الحقيقه وراء هذا النجاح. شكرا ليكم. ربنا يحفظكم. السلام عليكم ورمضان كريم. السلام عليكم. زي ما شفنا الحقيقه يعني مجموعه عمال عمال نظافه وعمال امن بيشتغلوا في صباح رمضان بجد وكفاح واجتهاد. الحقيقه شيء مهم قوي الحقيقه ان احنا نقول للناس دول شكرا. وانا نفسي كل واحد زي بيشوف اي حد عامل بيشتغل يقول له شكرا. شكرا حتى بالكلمه، مش لازم تدي له حاجه. يعني اذا كنا احنا بنحاول نساعدهم ونديهم هدايا بسيطه تحت اسم الفوازير، لكن انا بقول ان شكرا انك تطبطب عليه. شكرا ان تقول لكل واحد بيبني في البلد دي كتر الف خيرك. لولاك مش هتبني البلد دي ابدا. فربنا يحفظ عمالنا وفلاحنا وصناعنا، هم دول الثروه الحقيقيه اللي بتبني مصر. ويلا بينا عشان نكمل رحلتنا النهارده في واحد من الناس. فرصة عظيمة،
فرصة عظيمة عشان نرتقي بأنفسنا وأرواحنا ونبدل قلوبنا بأفضل حال. رمضان بنستقبل فيه كرم ربنا تتفتح فيه أبواب الطاعات. دايما بدعي بقول اللهم اجعل أيدينا في رمضان سخية معطاءة وقلوبنا رحيمة هينة. تعالوا نشوف النهاردة واحد من الناس عشان نكبر بخاطره ونسعد قلبه في رمضان. يا ولد شايفين حاجة؟ هات الست دي. السلام عليكم. السلام. ازيك؟ الحمد لله. مبارك ايه؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا رب. ورمضان كريم عليك. يا رب. عملنا لك احنا قلبة كده. لا ولا حاجة. انا اسمي عمرو الليسي واشتغل في قناة الحياة. ربنا معايا. رب عاملة ايه؟ معاك الحمد لله. اتشرف بيك. يا رب يخليك. بس لقيت عندك تمر حلو قوي بتاع رمضان ده. اه الحاجات الحلوه دي كل سنه وانت طيب. فقلت انا يعني احنا لازم بقى نيجي ونشوف الحاجات الحلوه دي. اتعرف اسم حضرتك؟ ام ابراهيم. ام ابراهيم. اهلا بيك ام ابراهيم. اهلا. عندك كام سنه؟ عندي 75. عندك اولاد قد ايه ام ابراهيم؟ معايا كتير ما شاء الله. بتشتغلي بنفسك؟ بتشتغلي بنفسك؟ لا كده حاجة بسيطة كده. بتعملي بيهم ايه بقى يعني انت؟ يطلع لي كام كل يوم من البيع انت؟ والله انا ونصيبي بقى. يعني ساعات يطلع كام وساعات يطلع كام؟ لا مش كتير يعني مش كتير يا يعني. انا ورزقي. بتصرفي يوم على نفسك؟ لا معايا بنت جوزها متوفي ومع ثلاث بنات. يعني تصرفي على نفسك وعلى بنتك وثلاث بنات؟ اه. من المكان ده؟ لا مش مكان ده. لينا برضو معاش الحمد لله. في علاج بتاخديه او حاجه؟ باخد ضخ علاج ضخ. عندي ضغط بس. الف سلام عليك. الله يسلمك. الف سلام عليك. بصي احنا بنمشي كده يا ام ابراهيم واحنا ماشيين كده في رمضان بنقابل ناس طيبين بنديهم هديه بسيطه. دول 5000 جنيه هديه مني لحضرتك. بس وصلنا في ممكن تقبليهم. بس ممكن تفتح الظرف بعد اذنك وتشوفيه لو سمحتي. دي هديه بسيطه مننا. كل سنة طيب. يا رب يخليك. ربنا يخليك. يا رب يخليك. دول هدية عشانك. يا رب يخليك. لا مش لازم انا معاهم. لا ازاي تجيبي بيهم بضاعة وتزوديهم؟ لا ما هي كتير والله كتير. والله كتير. والله هتزودي البضاعة. والله كتير. والله هتزوديهم. دي هدية مش النبي مش النبي قبل هدية؟ عليه الصلاة والسلام. طب خلاص. كتير والله. دي هدية بسيطة. دي هدية بسيطة كل سنة طيب. تأمري بأي حاجة؟ الأمر لله. إذا إن بقى ربنا معك يسترها معك وإن شاء الله. وإنت في الفطار كده بتقول يا رب عايزة إيه؟ عايزة الستر من ربنا بس. وندعي لك الصحة والستر. كل سنة طيبة يا أم إبراهيم. السلام عليكم. التواضع الجم والأدب الشديد والإنسانية والشوفوا الشموخ والإباء رافضة تصرف على بنتها وثلاث أيتام ومش عايزة حاجة تاخدها. إنسانة عظيمة. شفتوا ام ابراهيم جميله ازاي؟ ست طيبه قوي قوي قوي. يعني حسيتوا بايه لما شفتوها؟ شفتوا ازاي رافضه تاخد الفلوس ازاي؟ شفتوا يعني الاباء والكرم والانسانيه. ربنا يكرمها ربنا ويتقبل مننا جميعا صالح الاعمال. يلا بينا نروح. يلا بينا. يلا نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده ان شاء الله. واحد من الناس. استنى. كل سنة طيبين. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. باي باي. سلامة. سلام عليكم. سلام عليكم.